الو، يا استاذ الله يعطيك العافيه، حضرني مع المجموعه لاني خشيت هو يطلعني، كل ما اخش يطلعني. اول مره عيل ما يدخلني ابدا، بعدين قام يخش في الاخير. يوم خش عيل عادي ما اسمع اصوات، ما اتكلم هنا الحصه تقريبا. عيل ما يخش يعني الصوت ما لي، فارجو من الله ثم ما كان حضرني مع المسلمين، بيض الله وجهك، وان شاء الله بكره بدأ المحاضره نتواجد معك. ولكن الله شكرا. السلام عليكم، كيفك يا خالد؟ يا خالد، انت داخل ولا مش داخل ولا ايه؟ نعم داخل. طيب، حتى انا يدخل ولا لا؟ شوف بس.
مرفت شغلنا التمرين السابع صح؟ ايه السابع اخذنا هو احنا السابع والثامن كده خلصنا. انت بتنفذهم ولا لا يا خالد؟ ايه بنفذها على اللابتوب. بتنفذهم؟ طيب تمام. ايه التمرين التاسع، هنشوف التمرين التاسع. شو بس حتى انا هيدخل ولا خلاص كده مش غيرك انت يا خالد ان شاء الله. طب انا انت عايز من اخلي ادري اكيد ببعت لهم رسائل، يعني ازاي؟ مش انت جات لك رسالة؟ هي جاتني رسالة انا ايوه اتبعت المجموعة كلها، مش اتبعت لك انت لحالك. الاول كانوا يعني في اول ايام حضر اكتر من كده، حضر اكتر من ايه 6 ولا حاجة، وبعد كده بدأ يقل يقل يقل، ما عادش بقى غيرك انت. التمرين السابع ماشي. سبعة ثمانية تسعة تسعة التمرين التاسع. جميل. عبد العزيز دخله. التمرين التاسع زي ما اتفقنا هنبدأ دايما من الـ A1. خلاص الموضوع ده بقى ثابت عندنا. اسم الموظف، الراتب الإضافي، الخصومات، الصافي، نسبة التبرع. اسم الموظف هو عمر العتيق عبد الخالق العتيبي سالم صالح ناصر شعلان. عشرين، 520، 3000، 2800. صافي
متوسط نسبة التبر. ودي الحاجات اللي المعطيات اللي عندنا او المكتوبه هنكتبها وخلاص. احنا كده عرفنا ابعاد الجدول بتاعه، عرفنا ابعاد الجدول بتاعه، بحدد الجدول وعامل الحدود بتاعتي. عايز اعمل في البدايه، عايز اعمل في النهايه، مش هتفرق معايا. خط واحد واقول له كافه الحدود. عايز اعمل خط سميك، اختار نمط الخط واقول له حدود خارجيه زي ما انا واقف. الفرق عندنا في هنا، في خط هنا وفي خط هنا، بس دول اللي هرسمهم بايدي. هاجي اختار نمط الخط تاني، هيطلع لي هنا القلم اهو. يبقى انا هرسم القلم هنا وهنا فقط عشان اقلل المشاكل اللي عندي اللي بتحصل. او ثواني يا شباب، خليكم معايا. سوري يا شباب، بس معلش يا شباب، في بس زميلكم بيسأل على شيء. الحين احنا كده عملنا هنا في نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالكم منها. القلم ده، عشان كده انا بقول لكم ما تستخدموش القلم كتير. ليه؟ لأن القلم ده بيبقى ماسك في الماوس كده، عايز تشيله وتقعد تعمل كده كده، خلاص بوظت الدنيا، خرب عليك حاجات كتير جدا، الحوار الخطوط اللي انت عملتها دي. فعشان كده دايما لما يكون معاك القلم وعايز تسيبه تفكك منه، يعني هتعمل مفتاح اسكيب اللي هو ده. اضغط على مفتاح اسكيب اللي هو ده. الحين انا معايا القلم اهو، انا في الاكسل، لو عملت سكيب خلاص راح. غير كده لو قعدت تضغط في اي مكان هيعمل لك مشاكل بعد كده لما نيجي نعمل الطباعه والحاجات اللي زي كده. يعني بيطلع لك حاجات زياده زي كده. يعني شوف كده اهو، انا الحين ماسك الخط، ضغط هنا كده مثلا، خلاص اهو ضغطتين اتشال. لكن لما نيجي بعد كده نقول له مثلا ملف وطباعه، شايفين الحاجات دي بتطلع معانا في الطباعه تعمل لنا مشاكل، خصوصا لو الصحه والعرض زي كده.
شايفين الجدول؟ مهما توسطته اصلا هتلاقيه مش هيتوسط. ليه؟ لان في بيانات تانية معاه فيعمل لنا مشاكل. فخلي بالك لما تيجي تعمل اسكيب، عشان كده انا بقول لك في اسويع يعني في اضيق الحدود جدا استخدم القلم. دايما اشتغل حدود خارجيه وحدود داخليه وهكذا. طيب نرجع تاني للتمرين بتاعنا. بيقول لك اول شيء حساب الاضافي. الاضافي اللي هو القناه دي تساوي، دي معادله تساوي الراتب اللي هو ايه؟ بي 2 مش 2500 ضرب 12 على 100. تمام؟ بي 2 اللي هو الراتب ضرب 12 على 100. انتر. خلاص انا كده نفذت. بسحب للاسفل خلاص. تاني الاضافي يساوي الراتب اللي هو بي 2 ضرب 12 على 100. وبسحب على الاسفل. الخصومات تساوي الاضافي اللي هو ايه؟ سي 2 ناقص 120. اذا ما اشتغلتش يا استاذ، طب ليه؟ عشان ما عملتش يساوي. اليساوي دي هي المعادله، ما فيش يساوي ما فيش معادله. تقعد تعملها كذا مرة هتلاقي نفسك في مشكلة مش عايز تتنفس. الصافي نفس الكلام، يساوي افتح قوس الراتب اللي هو بي 2 زائد الاضافي اللي هو سي 2 صقر قوس ناقص الخصومات اللي هي دي 2. تمام؟ دي 2 سوري. خلي بالك بقى هنا. حلو النقطه دي. استنى لما يجي لي العلامه دي او الكلمه دي معناها ان انت في خطا في الفاليو، يعني القيمه، يعني انت بتجمع وبتعمل عمليات حسابيه على خليه فيها نص مش رقم زي كده. يعني انا بقول له اجمع لي ده زائد ده واطرحه من الكلمه دي، ايه الكلمه دي؟ مع انك خلي بالك في حين ان انت لو سحبت الاسفل هيبقى صح. الاول بس هي اللي خطا. ليه؟ لان هنا لما اتحرك خد معانا دي، هيفرق معانا جدا عشان محدش يتخض. دي 2 واسحب للاسفل، الموضوع هيتغير. بيتغير نسبه التورع. خلي نسبه التورع الحين، نسبه التورع دي اللي هي قاعده اف، خليها الحين هنجلها. حساب اكبر قيمه للصافي واقل قيمه للخصومات وحساب متوسط نسبة التورع. أكبر قيمة للصافي طبعا ما حددتش خلية، فهتحط في أي خلية عادي، ولكن برضو هحبذ إن هما يكونوا تحت بعض في مكان واحد عشان الناس اللي حافظة اللي بتروح عاملة كده. فين أكبر قيمة؟ حد أقصى وإنتر أهو عشان يتعود إن هو لازم يحدد حد أقصى للصافي مش الاضافي. خلي بالكم اقل قيمه للخصومات، ادي حد ادنى الخصومات اهي. متوسط نسبه التورع، اذا كان نسبه التورع لسه ما عملناهاش، قلت له متوسط اهي مفيش حاجه. ايوه ما انت لسه ما عملناهاش. احنا اصلا هي في التمرين في خطا في التمرين، ان المفروض نسبه التورع دي 6 دي تكون بعد 7، يعني 7 تكون الاول. فمش مهم، هننفذ الحين نسبة التورع. هيبقى باستخدام دالة اف الشرطية، قاعدة اف او دالة اف الشرطية اللي هي نسبة التورع دي مش عليكم، مش هتيجي في الاختبار وعمرها ما هتيجي في الاختبار، خلاص اتلغت من منهج اصلا. ولكن هنشرحها برضو عشان الايه؟ الاستفادة العامة. فهشرحها، لو فهمتها الحمد لله خير وبركة، ما فهمتهاش ايه مش هم، مش هتيجي في الاختبار يعني. تاني تعال نشوفها بقى. باستخدام دالة اف الشرطية قم بحساب نسبة التورع. ايه هي الحساب نسبة؟ 10% من الصافي اذا كان اكبر من 2500. 10% من الصافي اذا كان اكبر من 2500. واحنا هنا نكتب كده ايه على جنب كده. اذا الصافي
أكبر من فين؟ أكبر من 2500 ده الشرط صح؟ هيحصل إيه بقى؟ هيبقى 10%، إحنا عملناها قبل كده بس كانت قيمة يستحق ولا يستحق فكانت سهلة، لكن هنا لو اتحقق الشرط ده هيخليه يحسب لي 10% من، يعني ضرب الصافي اللي هي ايه؟ E2. معلش انا بكتب بالماوس. طيب تعالى ننفذ بقى ونشوف الحوار ده ايه. ادي نسبة التبرع وادي دايرة اف، تضغط هنا هتطلع لك عادي. ادي اف موافق. تاني تضغط هنا اف اكس هتطلع لك قاعدة اف، اول قاعدة دايما بتلاقي اول قاعدة. موافق. اللوجيكال اللي هي المنطقية دي ده الشرط. الشرط هو عندنا ايه؟ اذا الشرط بيجي بعد كلمة اذا كان. اذا كان ايه؟ الصافي. الصافي اللي هو هنا اسمه ايه بقى؟ اي 2 صح؟ اي 2. اذا كان الصافي اكبر من، فين اكبر من؟ ادي علامة اكبر من. اكبر من كام؟ 2500. طب ده الشرط اللي احنا كتبناه على جنب، الصافي اكبر من 2500. هيحسب لي ايه؟ 10% من الصافي. 10% من الصافي، يبقى هنا 10% شفت وخمسة ضرب من، واحنا اتفقنا ان من في الاكسل يعني ضرب. اول ما اشوف كلمة حرف من او كلمة من يبقى ضرب. ضرب ايه؟ الصافي اللي هي E2. طيب وحساب نسبة التبرع 5% اذا كان اقل من، يعني لو هو مش اكبر يبقى اكيد اقل، مش محتاج ان انا اكتب شرط تاني خلاص. لو هو اكبر من 18 عام هيدخل، اقل من كده مش محتاج ان انا اكتبها خلاص. 5% ضرب الصافي اللي هو E2. بسحب الاسفل هينفذ. نظر تحت هنا كده، انا عملت متوسط نسبه التبرع وكانت الخلايا فاضيه، لما نفذت فيها طلعت لي النسبه بتاعتها. يعني ما تتخضش، حتى لو عملتها دي قبل دي مش تفرق، كده كده نفذ صح، مالكش دعوه بالقيمه اللي في الداخل، حتى لو الخلايا فاضيه زي كده هيجي لك بعد كده يملاها تاني. تعالى نشرح تاني قاعده اف. اف بقول له اف ايه؟ يبقى احنا هنا كده بنقول ايه؟ اف. ايه هو قاعده اف؟ بضغط اف اكس، اول ده اللي عندي هتلاقي الاف. جميل، اقول له موافق. هيطلع لي ثلاث مربعات اهي، اول واحده اسمها منطقيه او لوجيكال، لوجيكال اللي هي المنطقيه او الشرط اللي هو بيقول لي احنا قلنا ايه؟ ان هو الصافي اكبر من 2500. إذا كان الصافي، إذا كان الصافي أكبر من 2500 يبقى الصافي اللي هو E2 أكبر من 2500. هيحصل إيه؟ هيحسب لي الصافي 10%، يبقى 10% من الصافي، يبقى دي 10 شفت وخمس من، يعني ضرب الصافي اللي هو E2. تمام؟ إلس او عكس ذلك، يعني بمعنى اصح هو معناه ايه؟ احنا بنكتب شرط واحد ما بنكتبش شرطين، الكلام ده لو شروط مركبه يعني، لكن هو شرط واحد. لو هو مش اكبر من 18 عام اكيد هو هو اقل، ما فيش حد في النص يعني، يا اكبر يا اقل. فهو اقول له هنا اذا كان، هو بيقول لي اذا كان 5% من الصافي و5% اذا كان اقل من 2500، يبقى 5% ضرب الاي 2. وخلي بالكم من حوار ضرب 5% من الصافي دي، ضرب E2. لو عملت 10% وسكت خطأ، هيطلع لك كلمة 10 أيا كان. لا 5% يطلع لك 5، لا لازم ضرب E2 ضرب الصافي. موافق؟ بيتنفذ. وبناء عليه اتنفذ متوسط نسبة الصافي. بعد كده عندنا نسبة أو تنسيق الشرطي.
ازاي ننفذ التنسيق الشرطي؟ بيقول لك باستخدام التنسيق الشرطي قم بتغيير لون خلية نسبة التبرع. هو هنا محدد فين نسبة التبرع اهي، عايز يعمل عليها تنسيق شرطي او تنسيق شرطي. مالها بقى؟ بيقول نسبة التبرع هتكون باللون الاخضر لو اكبر من 300. تنسيق شرطي اكبر من 300 اللون اخضر. موضوع بسيط مش معقد، بالممارسة هتلاقيه انت خلاص. تنسيق شرطي تاني، وباللون الاحمر اذا قال اقل، اذا كان اقل من 300 اصغر من 300 باللون ايش؟ تنسيق مخصص باللون الاحمر. موافق. تنسيق شرطي، واذا كان يساوي باللون، واذا كان يساوي باللون ايش؟ يساوي 300 باللون الاصفر. مالكش دعوه بالالوان اللي هنا، التعبئه اللي هنا دي تعبئه جاهزه، يعني بيقول لك تعبئه بالخط الاحمر ونص احمر داكن، لا وهنا مش عارف اصفر والنص يبقى فحلقي، وهنا اخضر والفص النص بينك، مالناش دعوه بالكلام ده. تنسيق مخصص التعبئه، تختار اللون اللي هو مختار الاصفر. موافق. طب انا نفذت يا استاذ مفيش اصفر، معنى كده خطا؟ لا انت صح، هو اصلا مفيش حد هنا، لو كتبت هنا 300 هيطلع لك اصفر في الحاله دي، يبقى انت شغال صح. ترجعها تاني، هو بيجي يصحح لك، بيصحح لك كده في الاختبار. تمام. طيب يبقى احنا كده عملنا تنسيق الشرطي. قم بتوسيط الجدول في الصفحة عموديا وافقيا، اكتب اسمك، اتعودنا على الكلام ده خلاص بقى. بس خلي بالك هو هنا طالب التوسيط والاسم بس، مش طالب يكون صفحة بالعرض، حسب ما هو طالب الملف. ملف طباعة اعداد الصفحة، مش هغير دي، هخليها زي ما هي، خليها عمودي زي ما هي، مش هعمل افق، هخليها عمود زي ما كان. هعملها توسيط فقط، هوامش، توسيط افقي وعمودي، لان هو ما طلبش الصفحه تكون بالعرض. لو طلب هنفذ، ما طلبش خلاص، عشان ما نقصتش درجات. الرأس والتسجيل يعرف ان انت فاهم، مش حافظ كده وخلاص. تكتب اسمك، في القريه الثانيه هتكتب اسم المعهد، اسمك واسم الدوره اللي هي ادخال بيانات موافق، وفي التسجيل رقم صفحه والتاريخ والوقت. ادي التاريخ، ادي الوقت، تاريخ ورقم الصفحه. موافق. موافق. خلصت كده، هو ده اللي هو طالبه، مش عايز حاجه تاني. هو مش عايز منك اكتر من كده، عايز يكون الجدول المتوسط والمعلومات اللي فوق واللي تحت بس. قم بطباعة الجدول بعد الفرز التصاعديا بناء على نسبة التبرع. ادي نسبة التبرع واتفقنا، الفرز اهو، احدد نسبة التبرع وبعدين فرز وتصفية. عايز تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعدي، من الأصغر للأكبر. فرز بس، أصغر واحد اللي هو عمر وأعلى واحد هو سالم. قم بطباعة الجدول بعد تحويله لصيغ، نفس الكلام اتفقنا عليها، كنترول وذال هيطلع لك كده، تقول له ملف وطباعة. كنترول وذال تاني هيرجع زي ما كان، حسب ما هو بيطلب بتنفس. طيب اخر حاجة عندنا هنا هو التخطيط. ايه هو التخطيط عندنا؟ بيقول لك ان يكون عمل تخطيط ملتزما بما يلي. ايه هو بقى؟ تخطيط بين اسم الموظف ونسبة التبرع. ادي اسم الموظف، نسبة التبرع. ايه ده؟ تيجي تقول له التخطيط اذا ادراج، وادي مخطط، نوع ايه؟ شريطي. خطأ. ليه؟ فين اسماء الناس؟
فين اسماء الطلبه؟ فين اسماء الموظفين؟ مفيش حاجه. المخطط ده صفر، المخطط ده ليس له معنى، ليس له قيمه، ما فهمتش منه شيء. ايه 1 2 3 4 دي؟ لازم احدد الاسماء ونسبه التبرع. يعني انا عملت هنا كده شريطي ايه، لازم احدد الاسماء والقيمه بتاعت نسبه التبرع بتاعتهم. بحددها ازاي؟ يبقى بحدد الاسم الموظف اهو، مش حاجه لسه، ثم كنترول، وبعدين نسبه التبرع. الحين انا حددت العمودين، هقول له بقى ادراج، والمخطط نوعه شريطي. الحين هو اللي في الاول، ولكن في اسماء، فانا عارف ان الاسماء دي بتاعت انهي موظف فيه. ما فيش اسماء يبقى ملهاش لازمه، ما استفدتش اي حاجه من التخطيط. ثم بعد كده عنوان مناسب من عندك، التخطيط وعنوان لكل محور. باجي هنا اقول له اضافه عنوان محاور، اضافه عنصر، عناوين المحاور افقي، عناوين المحاور عمودي، واكتب هنا ده اسمه ايه؟ اسم الموظف. انتر هيظهر هنا نسبه التبرع. لو كنت بتكتب مش هيظهر هنا، بيظهر في الاعلى هنا، لما تضغط انتر بتظهر. عنوان المخطط اهو، راس بياني ونسبة التبرع. ساعات في الاختبار يقول لك ايه، سمي المخطط باسمك انت. طيب انا خلصت كده. اخر شيء عندي بيقول لي ايه، نقل المخطط في ورقه جديده. اه، صفحه مستقله. بيجي السؤال شكله كده، نقل المخطط في صفحه مستقله. مين عمال يشخبط ده؟ هواوي؟ مين هواوي؟ اسمك هواوي يعني ولا ايه؟ ما تكتب اسم. يا ايا كان مين انت، انت مش سامعني اكيد ولا احنا سامعينك، فانت عارفش تسمعني ولا لا. لو انت سامعني يعني ايا كان، هتلاقي عندك شكل ميكروفون على اليسار في الاسفل كده، اضغط عليه هيطلع لك قائمة صغيرة كده اهوت، اضغط عليها هتلاقي الميكروفون صوتك طلع وظهر، صوتي ظهر عندك. ده لو انت سمعت، مش سمعنا خلاص صوم. طيب يبقى احنا كده ان شاء الله خلصنا التمرين التاسع. التمرين العاشر انا عايزكم بقى تنفذوا التمرين التاسع ده، والتمرين العاشر تنفذوه لوحدكم، هو حتى ما فيهوش قاعده اف، ما تخافوش يعني. وان شاء الله يوم الخميس توريهوني انتوا اشتغلتوه ولا لا، نفذتوه ولا لا، عشان اعرف بس هل انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. فالمفروض ان هو التمرين العاشر تيجوا المره الجايه تكونوا منفذينه. لو لقيتكم منفذينه هشتغل معاكم تمرين مراجعه كده اهوت، هيكون زي اللي بيجي في الاختبارات. مش منفذينه يبقى انت عندك مشكله، نحاول نصلح المشاكل او الحاجات اللي انتم مش فاهمينها نعيدها تاني. تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام كويس. تمام الله يبقى كده. خالد وعبد العزيز وعمر، ترسل التمارين على الواتساب؟ ان شاء الله هرسلها لكم. خلص وارسلها لكم. وعبد العزيز العمري هحاول بصوا شباب كده، اتفضل هبعت لكم لينك. استنوا كده فين؟ هبعت لكم لينك كده هتفتحوه، هتفتح لكم جوجل درايف. خلاص؟ ايوه. هتلاقي فيه ملفات وورد، وملفات وورد للتمارين بتاعت الاختبارات اللي بتيجي دايما في الاختبار، سواء كان في 3 شهور او 6 شهور، والقطع بتاعت سرعه الطباعه، عشان الناس اللي بتشتغل سرعه الطباعه عايزين قطع ولا حاجه بتاعت التجاره الالكترونيه والتاريخ الهجري. ايوه. عشان اللي عايزين تشتغل منهم في البيت، تبيعهم او حاجه وتشتغل منهم. تمام؟ تمام. وهيكون في ملف، هتلاقي في ملف عندكم هبعته لكم في التمارين كلها. تمام؟ وورد واكسل وكله.
اللي انا بشرح لكم انه اللي هو ده هتركوا الملف ده كله عشان بدل ما كل مره نحط تمرين بتمرين. حلو اتفقنا؟ هذا يكون افضل. اتفقنا. صرف ما في ايوه ايه خلاص هيك دخلت فيه. انا عايز بس اشوف اللينك هبعته لكم هيظهر عندكم في الشات ولا لا. بعت لكم لينك في الشات ولا لا؟ شايفين اللينك ده في الشات ولا لا؟ عشان في حاجات ما بتظهرش الا لو كمبيوتر، لو في حاجات على الجوال ما بتظهرش. ايه طلع لي ظهر لك في الشات؟ ايه ظهر اضغط عليه كده شوف هيفتح معاك ولا لا. ايه فتح جوجل درايف. طيب تمام طيب. هتلاقي عندك في حاجة اسمها مذكرة التمارين ده دي فيها التمارين كلها تمام تمام بإذن الله خلاص ماشي بالتوفيق. هحاول برضه ابعتها لكم على الواتساب عشان برضه اللي ما يظهرش عنده في تمام. بس ابعتوا لي بس ان انتوا اللي حضرتوا اليوم، يعني اللي حضر عندي عبد العزيز العمري وخالد النشري، في جهاز ثالث اللي هو واي 9 ده ما اعرفش مين، يعني هو مش ظاهر اسمه ومش عارف احضره. يا واي 9 مين ده مش عارف. يلا بالتوفيق يا شباب، ان شاء الله اشوفكم يوم الخميس وحاولوا التمرين 10 تنفذوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله. شكرا.